هذا البرنامج برعاية STC. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذا الأسبوع نستضيف أحد رجال الأعمال البارزين في منطقة الأحساء، وهو الأستاذ سليمان بن حسن العفالق، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح للمواد البناء. طبعا شركة الكفاح هي معروفة مجموعة تجارية كبيرة، لكن الأستاذ سليمان هو من يدير هذه الشركة، وهي شركة الكفاح لمواد البناء. مرحبا بك أستاذ سليمان. الله يحييك، شكرا. بالبداية أستاذ سليمان، ودي تعطيني نبذة عن مواد، عن قطاع مواد البناء في المملكة. أول شيء، مواد البناء وش تشمل؟ إحنا نعرف إنه حديد وبلوك وسمنت وإلى آخره، هل هذا هو المفهوم هو الصحيح اللي تشمل مواد البناء؟ وإضافة إلى ذلك مواد التشطيب، يعني هي الحديد والإسمنت والرمل والأجريجيت، وهذا كلها مواد تدخل في المبنى كأسس إنشائية، ولكن طبعا إضافة لها اللي هي القشرة الخارجية، وكلها تعتبر مواد بناء، مثل البلاط، مثل الصبغ، مثل الألمنيوم، مثل كل هذه، كلها تعتبر من مواد البناء طبعا. طيب، كم نقدر يعني نقدر نقول حجم هالسوق كم بالمليارات؟ أكيد إنه يعني باعتبار المملكة ما شاء الله حجم كبير في نمو، خاصة يعني مع الطفرة الأخيرة هذه 4 سنين 5 سنين، كم نقدر نقدر حجم هالسوق؟ والله هو كنمو، ونمو كبير جدا، يعني هو فيه نمو تقريبا لا يقل عن يعني 7-8% سنويا، وصار له فترة طبعا صار فيه تسارع في الفترة الأخيرة مع يعني فترة الطفرة اللي احنا لله الحمد نعيشها ذا اليومين، فصار فيه تسارع في النمو. وهو يعني يعتبر مواد البناء رافد من روافد قطاع الإنشاء والعقار، وطبعا هو يمكن يعني معروف أنه العقار والإنشاء هو يشكل ثاني أكبر قطاع بعد القطاع البترولي في المملكة، ويشكل حوالي 10% منها. كم رقم يعني تقريبا؟ والله الأرقام الحقيقة ما نبي يعني ما عندي أرقام دقيقة، تعرف يعني تغيب كثير من الإحصاءات مع الأسف، لكنه يعني زي ما قلت يعني في نسبة في حوالي يعني 10% كقطاع العقار، ومواد البناء في الغالب بتشكل الجزء الأكبر منه، لأنه الإنشاء أو المبنى الإنشائي عادة النسبة الأكبر منه تعتبر تكلفة مواد البناء. يعني خلينا نقدرها، أنا أعرف أن حجم الناتج القومي يقارب 700 بليون تقريبا، يعني خلينا نقول أكثر أو أقل بسيط، يعني نتكلم عن 70 مليار يعني مفترض كذا تقريبا. تقريبا طيب، القطاع هذا الحين من اللي سيطر عليه؟ يعني مو قصدي أبغى أعرف شركات من ومن، لكن هل توجد شركات وطنية في المملكة هي اللي تعتبر ماسكة، يا أخي نقول مفاصل هذه التجارة؟ طبعا يعني لما أنا أنظر إلى الصناعة اللي أنا أشتغل فيها، هي المدخلات الأساسية فيها الإسمنت، وهو يشكل تقريبا خلينا نقول نص تكلفة الخرسانة اللي احنا نبيعها. شركات الاسمنت اللي موجودة في المملكة معروفة، فيها حوالي اعتقد 11 تقريبا شركة او حوالها، وهم يعني يشكلون اكبر يعني نسبة، اضافة طبعا الى مصانع الحديد، وهي برضو مدخل أساسي في مجال المواد البناء. فأعتقد أنه يمكن لو حطينا يعني هالشركات الحديد والأسمنت هم يعتبرون اللي يعني مسيطرين على قطاع مواد البناء. طيب، هذا في الحديد وهذا في الأسمنت اللي تعتبر أرقامها كبيرة في قضية مواد البناء. طيب، في مواد ثانية اللي تعتبر مثلا الكهربائية، المواد الصحية، البلاط إلى آخره إلى آخره، يعني هذه نسبها أقل. طبعا أنا ماني متخصص في هذا الموضوع، أنا يعني ما أستطيع أن أعرف نسبهم كم، بس أكيد أنها أقل بكثير من تكلفة إنشاء المواد اللي هي اللي نسميها العظم باللغة العامية، المبنى الإنشائي. طيب، هل هي التجارة هاي تعتبر تجارة مجهولة من ناحية التسعير والأسعار؟ والله شوف، بالنسبة للخرسانة ما في شيء مجهول، ما في أحد يقدر يسيطر على صناعة الخرسانة في المملكة مهما كنت يعني. قوي ها؟ محكومة يعني أكيد طبعا محكومة بالروح التنافسية، معروف هامش الربح تقريبا، يعني بشكل أو بآخر نعم، يعني ما تقدر أنك أنت تكون ما يسمى بصانع السوق. أنت يعني ممكن تكون أنت يعني من كبار اللاعبين، لكن لا أحد ولا أحد ممكن يعتبر نفسه
صانع سوق، لأنه مهما يعني الشركات الكبرى اللي ماسكة، مثلا نتكلم عن مصانع الخرسانة حاليا، كبرها وحجمها نابع من انتشارها وليس نابع من تركيز في مكان معين. شو الفرق بينها؟ طيب دحين مثلا أنت من مصنع خرسانة مشهور معروف بالصنعة، شركة A عندها نفس الشيء خرسانة، شركة ثالثة رابعة خامسة، شو الفرق اللي بينكم؟ طيب إذا كانت المواصفات واحدة، اسمنت واحد، صب واحد، كل شيء واحد، فرق بهامش الربح إني أنا أجي لمك ولا وش الفرق فيه؟ يعني وين فرق الجودة يعني؟ في فرق في الجودة طبعاً. هنا يمكن فيه عطنا شوي فني. نقطة الجودة هذه تختلف من مصنع لآخر. طبعا أنت علشان توصل إلى معايير الجودة فيه اعتمادات، طبعا مثل الآيزو، مثل اعتمادات من شركات كبرى زي الهيئة الملكية وزي أرامكو، تعطي اعتمادات تصنفك بشكل أو بآخر تصنيف عالي وتراقب بشكل دقيق جدا. طبعا في مبادرة من بعض أمانات بعض المناطق، بعض المناطق قلة جدا مثل الرياض يمكن والدمام أعتقد وجدة، يعني ابتدوا يراقبون بشكل يعني ابتدوا نعم يراقبون. الأول ما في احنا يعني نتكلم عن التصنيف والجودة صار لنا سنوات طويلة جدا. احنا يعني معتمدين من شركة مثلا أرامكو، من الهيئة الملكية صار لنا اكثر من مثلا خلينا نقول 15 سنة. طيب جيت لك انا استاذ سليمان قلت لك عندي هالمبنى ابى اركب فيه خرسانة، كيف تنصح؟ انت تقول راح الشركة ولا هالشركة؟ انا ما اعرف. طبعا هو الجودة الأساس في الموضوع، ولكن الجودة تشمل كذلك لأنه إحنا منتجنا. إيش المقصود منتج بالجودة؟ خلنا نقول المنتج حقنا منتج متميز، إنه لازم التصنيع والتوصيل والخدمة كلها عبارة عن one unit. مش زي إحنا ما نقدر نخزن الخرسانة، نصنع الخرسانة لازم نوصلها على الطلب. فأي بالتالي العملية كلها البروسس نفسه كلها يعتبر يعني يدخل في الجودة. يعني علشان تتكلم عن نوعية الخرسانة لازم تتكلم عن طريقة نقلها، لازم تتكلم عن الخدمة اللي توصلها للعميل ومراقبة الـ يعني هالعملية كل البروسس بشكل دقيق يوصلك إلى أنك أنت تصنف من الشركات اللي هي تعتبر ممتازة. هل مكونات واحدة؟ يعني في أغلب الأحيان واحدة. واحدة؟ في أغلب الأحيان طبعا. طيب. بس هي الخرسانة مش كلها قوة واحدة، في تصميمات خلطات مختلفة تماما، في تصميمات خلطات للأمور البيفينج اللي هي تسمى اللي هي حقة الخرسانة العادية، وفي خرسانات مسلحة، وفي خرسانات سوبر ستراكتشر، وفي خرسانات عالية جدا جدا تصمم حق مثلا التاورز هاي رايز بيلدينج والأشياء هذه تحتاج إلى تصميمات كبيرة، يعني محتاجة إلى قوة ونوعية عالية ومراقبة جديدة جدا في التوصيل وفي درجة الحرارة وفي السيرفيس في حتى في الهاندلينج حقها في طريقة التعامل مع الخرسانة وقت الصب. كل هذه طبعا معايير تؤدي في النهاية إلى جودة، وهو جهد مشترك ليس فقط من مصنع الخرسانة، حتى من المقاول المتلقي، لأنه هو بالتالي يجب بعد ما توصل للخرسانة يجب أن نتعامل وياها بالشكل الصحيح ويعالجها بشكل يوجد مقاول يطلب مواصفات أقل؟ يعني المقاولين مو مثل بعض أكيد في ناس يعني. في أكيد. وأنتم مالكوا شغل؟ لا طبعا اللي يحترم صنعته ما يرضى طبعا. يعني لما يجي واحد يقول أنا بحط في سقف مثلا خرسانة عادية أقول له لا ما تجي. لا طبعا. طيب هل في مراقبة على هالقطاع، على مسألة بناء الخرسانات في تطبيقها مواصفاتها في يعني عملية البناء وتشييد مستشفى مدرسة مبنى في حكومة؟ أغلب الأحيان فيه مراقبة في المواقع، خاصة المواقع الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة أكيد فيه، ولكن زي ما أنت قلت قبل شوي في مقاولين صغار اللي يبنون فيلل ولا مباني صغيرة مختلفة لبعض المواطنين، يعني هذول ممكن يكون عليهم مراقبة. طيب هل السوق عندنا ناضج في مسألة قطاع البناء في الخرسانة بالذات؟ هل نعتبر احنا او في المواد البناء هل يعتبر السوق عندنا ناضج ولا لا يزال سوق عشوائي ما فيهم الخبرات ما فيهم القدرات ما فيهم الامكانيات ما فيه فيهم كفاءات؟ فيهم الناضج وفيهم اللي يعني يعتبر يعني عشوائي وداخل الشغلة بس لمجرد انه الدخول فيها ما هو صعب.
ولكن الشركات الناضجة موجودة وتتعامل على أعلى مستوى ولله الحمد، ونقدر ننافس في هذه الصناعة وما نحتاج حتى أي خبرات خارجية فيها يعني ولله الحمد. كم مصانع الخرسانة الكبيرة الكبار يعني موجودة في المملكة؟ يعني زي ما قلت لك يعني هو الحجم عادة يصنف بناء على ليس مدينة واحدة ولكن على انتشار على مستوى، خلينا على الانتاج، ما هو زي ما قلت لك يعني الانتاج على مستوى شركة واحدة ايه على المملكة، يعني شركة تنتج هالقد اعتقد الاوائل كم، اعتقد انه يعني في حدود خلينا نصنف من الشركات الكبرى يمكن في حدود خمس تقريبا. طيب. هم اللي يعتبرون كبار، بس فيه بعض اللي هم الموردين اللي في مناطق محلية ويصنفون كبار في مكانهم ولكن غير منتشرين على مستوى المملكة. طيب خليني ندخل شوي تفصيل ووضح لي إذا أنا عندي أي فقد في معلومة، هل السيارات التراكس هذه اللي شايل الاسمنت هذه اللي بتدور هذه أوكي لها رابط في موضوع خرسانة؟ هي تعتبر خرسانة ولا تعتبر موصل للخرسانة؟ هذا موصل، تنقل الخرسانة من المصنع إلى المصنع. وفي خرسانة تصلحونها في المصنع؟ هو الخلط يصير في الخرس في المصنع ايه؟ ويحمل في هذه الخلاطات وتوصل إلى عندنا. طيب أنا أشوف في بعض الأحيان سيارات تنقل خرسانات جاهزة يعني مجرد حط في المبنى، هذه خرسانات مسبقة الصنع. طيب وفرقها عن هذه؟ الفرق أنه الصب هنا يكون في الموقع اللي هو في حالتنا خرسانات جاهزة اللي هو الصب يحدث في موقع العميل. خرسانات مسبقة الصنع الصب يصير في المصنع وتحمل الصبية وتركب في الموقع. متى تستخدم المسبقة هذه غالبا يعني؟ في كل مكان ممكن تستخدم، ولكن يعني في لها بعض يعني انا اشوفها بمشاريع كبيره مباني كبيره غالبا يعني هي تستخدم في كثير في في كثير من الاحيان في 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 المصانع في المناطق في المساكن المتماثله يعني المجمعات السكنيه المتماثله مناسب لها هذا. بعض الاسوار طبعا الاسوار اللي تحتاج إلى أشكال جمالية تستخدم فيها، طبعا اللي هو التلبيس المباني الكبيرة اللي هي يسمى الكلادينج برضو كذلك. الجسور صحيح. الجسور تحتاج طبعا خاصة إذا كان فيه سبانات كبيرة. في المباني برضو بعض المباني اللي تحتاج إلى سبانات كبيرة اللي هي مسافة كبيرة ما بين الأعمدة تستخدم فيها. هل يوجد شيء يهدد هالصناعة؟ يعني شيء بديل شيء منافس ممكن تكنولوجيا يكون التكنولوجيا سريعة، التكنولوجيا ممكن لكن حاليا ما في شيء. والله اعتقد انه الخرسانة حاليا ما في شيء ينافسها، والخرسانة يعني هي مادة تعتبر أساسية بيسك يعني هي من اللي هي بداية الدورة حقت العمل، فبالتالي هي ما عليها خوف من المنافسة. ولكن مثل البريكاست مثل كذا ممكن يكون فيه حلول إلى حد ما ممكن أنها تنافسها، ولو أنها طبعا أثبتت جدارتها على مستوى العالم كله يعني. طيب إذا جينا نقسم قطاع المواد البناء والتشييد خلنا نقول كيف نقدر نقسم، هل هو قطاع الاسمنت قطاع الحديد قطاع المواد الصحية كذا ممكن تقسيمة كذا يقسم؟ ممكن يقسم. طيب كم نسبة الاستيراد المحلي والاستيراد من الخارج والتصنيع المحلي في قطاع مواد البناء؟ بالنسبة لنا احنا بالنسبة لصناعتنا في الخرسانة تقريبا ما في شيء يعني ما تستوردوا شيء تقريبا، الا يمكن التقنية وما التقنية يعني شيء لا يذكر اذا اعتبرنا انه جزء بسيط جدا من المواد الكيماوية التي تضاف، جزء من المواد الكيماوية او مدخلات مواد كيماوية تستورد، اما بقية الاشياء كلها تعتبر لوكل ما في شيء يستورد ابدا. هذا بالنسبه للخرسانه. طيب غير بس طبعا اشياء ثانيه اكيد انت عارف يعني ممكن تجيب رخام من برا، ممكن تكون تاخذ محلي، ممكن يعني التنوع فيها موجود يعني المتاح فيه محلي وفيه خارجي وكل واحد على حسب رغبته بالنسبه للمواد اللي هي مواد التشطيب.